الأعادية في كل ود فلم تشتهم طائرات عود. في الذكرى الستون لمجزرة 17 أكتوبر 1961، قناة الشروق تفتح ملف الذاكرة الوطنية في العاصمة الفرنسية باريس حيث وقعت الجريمة. قال لهم اضربوا برصاص لوحوا الواد، والناس اللي تشدوهم اللي يغزغدوا اديوهم البواد بولون ولا البواد فنسان هذاك معرفه الطور في الليل، قالوا علقوهم بالسلال للشجور علقوهم. هذه العمليات كان ابشعها وسجلتها الصحافه الدوليه هو رمي الانسان حي في لاسان. مجزرة استشهد فيها 300 جزائري ألقي بهم في نهر السين بعد احتجاز قرابة 15,000 جزائري بأمر من السفاح موريس بابون. جريمة إنسانية تأبى النسيان، تأتيكم في فيلم وثائقي من جزئين في الأوقات التالية.